الزنجبيل عشبة برية تنبت تحت التربة، وهي عبارة عن جذور عقدية تشبه البطاطا، لها أزهار صفراء. تم ذكر اسم هذه العشبة في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل. صدق الله العظيم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فوائدها العظيمة. يعتبر الزنجبيل من بين أهم المهدئات الطبيعية التي تستعمل لتخفيف آلام العضلات وعلاج تقرح المفاصل، كما أن هذه النبتة تعتبر علاجا فعالا لآلام العمود الفقري، كما تزيد من حركة الجسم الكسول وتنشطه وتعمل على تدفئته. يعمل الزنجبيل كذلك على تحسين عملية الهضم وتخفيف الحرارة والغثيان لدى المرأة الحامل دون أي أضرار جانبية، كما يزيل دوار البحر. يدخل الزنجبيل في تركيب العديد من الأدوية الطاردة للغازات وتوسيع الأوعية الدموية، كما يعتبر ملطفا للحرارة ومسكنا للصداع والتوتر ومزيلا للبلغم وكذلك النمش من الوجه، كما أنه يعد علاجا طبيعيا ضد الإمساك ونزلات البرد وأزمات الربو ولسعات الحشرات، وهو مفيد جدا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والكلى والكبد. صرح الباحثون مؤخرا بأنهم قد توصلوا إلى فعالية عشبة الزنجبيل في التقليل من احتمال الإصابة بالأمراض السرطانية، وأوصوا بضرورة استعماله في